وافقت ألمانيا أخيرا على إرسال أسلحة للقوات الكردية شمال العراق لمساعدتها في المواجهة الدامية مع ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية في خطوة ربما تسهم في حسم الأوضاع لصالح القوات العراقية والكردية. وقال وزير الخارجية والدفاع في ألمانيا الأربعاء إن برلين مستعدة لإرسال أسلحة لقوات الأمن الكردية في شمال العراق، وإن المعدات العسكرية مثل الخوذات والسترات الواقية سترسل على الفور، وإن برلين وافقت أيضا على إرسال أسلحة. يمكننا أن نتصور توفير المزيد من المعدات بما في ذلك الأسلحة، فقد قررت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا إرسال هذه الأشياء، ونحن مستعدون للقيام بذلك أيضا. كل هذه الأشياء تخدم هدف المساعدة على جعل قوات الأمن الكردية في موقف يمكنها من صد هجمات الدولة الإسلامية. وفي سياق المساعي الأوروبية أيضا، وصل إلى بغداد الأربعاء وزير الخارجية الإيطالي ماتيو رينزي لبحث ما يمكن عمله حيال الأزمة، بعد دعوة وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري للعالم إلى مساعدة العراق في التصدي للتنظيم المسلح. وبعد ارتكاب التنظيم المتشدد فظائع بحق الأقليات في شمال العراق وسيطرته على عدد من حقول نفط الشمال، قال الرئيس الأمريكي إنه أجاز ضربات جوية ضد التنظيم، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا كيفية العمل معا على وقف تقدم التنظيم على الأرض بل ودفعه إلى التراجع. وكانت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية قد نجحت في استعادة السيطرة على سد الموصل الحيوي وعدد من المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتشدد شمال العراق، وتقول الولايات المتحدة إنها نفذت عدة ضربات ضد أهداف تابعة للتنظيم، مما أضعف قدرته على التقدم للسيطرة على مزيد من المناطق في شمال البلاد. جيهان لطفي، رويترز.